أكد على نقطة إن الطلب بيختلف اختلاف كبير شوية إن كان من الولد أو من البنت. النقطة دي هنتكلم فيها مع حضرتك بشكل تفصيلي، ولكن خلينا نبدأ كده. لما يبقى الأب قاعد ولا الأم قاعدة وتلاقي ابنها داخل عليها: يا بابا أو يا ماما أنا عايزة أتجوز، وهو لسه عنده 16 17 سنة، فتلاقي الأب يتخض كده، وأول حاجة بتتقال له: ايه يا ابني، ده انت لسه بليه، ده انت لسه ما طلعتش من لسه البيضه، صغير بتاخد ده احنا. مصروفك وتلاقي يعني. الام: ايه ده، انا لسه مقلعاك البامبرز امبارح، انت جاي تتكلم معايا في جواز؟ فلما يقعدوا الاب والام مع بعضهم كده يقولوا: يا ربي، هي ايه الاسباب او الدوافع اللي خلت الولد او البنت يطلبوا طلب زي كده في وقت مبكر؟ تمام. هو مبدئيا هو شيء صحي ان هو يقول لهم او ان هي تقول لهم، فده معناه ان في لسه يعني روابط نقدر نلحق التفكير ده، بدل ما ان هو يبقى، بدل ما هو تفكير ايجابي ممكن يتاجل وممكن يبقى دافع ليه للمذاكره ودافع ليه للانجاز في حياته يبقى سلبي. انما الاسباب اللي ممكن تخلي الولد او البنت بشكل عام ان هم يطلبوا طلب زي ده، وخلينا نركز مع البنت الاول، غياب الدفء العاطفي بيخلي البنت اول حاجه تفكر فيها ان هي تشوف العاطفه دي بره. لو الموضوع مش دفء عاطفي بس، في كوارث منزليه او عنف اسري، فالبنت بتدور على مهرب. يعني مخرج، طوق النجاه بره، متخيله ان الراجل اللي هتروح ترمي نفسها ده في هينقذها وينتشلها، ان هو هينقذها، يبقى هو حضن الاب. هي فعلا يعني هي عايزه حضن اب، مش عايزه. ولذلك غالب البنات اللي بتطلب الطلب ده بتكون بتفكر في علاقه مع حد كبير في السن. هي بتدور على اب مش بتدور على زوج في الوقت ده. فطبعا الضغوط الاسريه والمشاكل الاسريه، الانفصال الاسري، التفكك الاسري من ضمن الاسباب. مش شرط طبعا ان الانفصال الاسري او المشاكل الاسريه تكون هو ده السبب، ولكن ده من ضمن الاسباب اللي بيؤدي ليها مشاكل الانفصال الاسري او المشاكل العاطفيه في الاسره او الطلاق او حتى الاسره قائمه ولكن دائم في عنف اسري، فانا لازم انقذ نفسي ولازم اخرج من البيت مع اول حد يتقدم. ممكن طول النجاة مثلا تتفاجئ الاب يتفاجئ ان البنت عايزه البقال مثلا اللي تحت البيت ان تتجوزه، وهو او عمه مثلا اللي اكبر مني ب 20 سنه مثلا او المدرس بتاعي فده طبعا ناقوس خطر، لان البنت في سن المراهقه معروفة بالتفكير العقلاني أكتر من الولد في سن المراهقة بالظبط. أيوة. فلذلك هي بتحسبها كطوق نجاة، يعني حسبة أنا هطلع من البيت علشان، أو طبعا بعض المغريات اللي زي إن أنا ممكن ألبس أحسن، ممكن أعيش في مستوى أفضل، لا هاخد حريتي أكتر، أخد أنا حريتي مخنوقة أكتر، في البيت عند بابا وماما أكتر، فبتبتدي تحسبها من هذا المنطلق. الولد الدنيا بتبقى مختلفة خالص عن البنت. الولد بتبقى الدنيا مختلفة معاه، ان هو الولد في الوقت ده بيبقى عاطفي حالم اكتر. يعني ممكن الولد يعني مش الدافع الاساسي بتاعه، مثلا بعض الاباء بيقولوا لا هو في السن ده الدافع الاساسي بتاعه شهوته، هو عايز يطفئ الشهوة في مكان حلال، مش عايز يعمل حاجة حرام، فايه يعني ما تجوزوني وانا عندي 18 سنة. تمام. الولد التفكير بتاعه في الوقت ده ان هو يكمل قصه حب هو عايش فيها. غالبا الدافع الجنسي هو طبعا من ضمن الدوافع الموجوده، ولكن مش غالبا الدافع الجنسي في الفتره دي مش هو المحرك الاساسي لعمليه الجواز. ليه؟ لان غالب المجتمعات حاليا، غالب المجتمعات مجتمعات مفتوحه. والولد لو بيفكر في بالشكل بتاع الجواز فهو بيفكر بشكل ان هو عايز يتوج قصة الحب بتاعته، مش ان هو يورط نفسه في شهوة. لو احنا بنتكلم عن شهوة بس، فهو مش يفكر في الزواج ك ك ك كمرمى اساسي وكمرمى قريب. ليه؟ لان انا دلوقتي في مجتمع منفتح من جانب، ومن جانب تاني انا ليه اضغط على نفسي في حاجه وممكن يبقى في بدائل كتير. لأن بس دلوقتي يعني لو الولد ده متربي في اسره ملتزمه وفاهم ان العلاقه الشرعيه بين الراجل والبنت بتاخد اطارها في الزواج الطبيعي، طبيعي جدا انه يطلب من مامته وباباه في سن مبكر. وفي الوقت ده لو طلب الطلب ده احنا ناخده للدافع الايجابي، لو هو بيفكر بالعقليه دي يبقى بالدافع الايجابي ايه المشكله؟ مفيش مشكله، ولكن انت عندك شويه حاجات هتخلصها. طب خلينا كده بقى ايه ندخل في سؤال مهم.